لقاء يتجدد معكم في إطار مباريات الأسبوع 13 من الليجا المصرية، الدوري المصري الممتاز للكرة الطائرة موسم 2020-2021. لقاء مهم ومنتظر، وهو من اللقاءات المنتظرة في هذه الجولة بما كان من نتيجة مباراة الذهاب، ومن ثم النهاردة مباراة إياب في الدوري، وهي المباراة الأولى بالنسبة للنادي الأهلي في مرحلة الإياب، في مرحلة التتويج فيما بين الأول وحتى الاثناشر في ترتيب جدول الدوري. اليوم الظهور لكبير الكرة الطائرة المصرية وكبير الكرة الطائرة الإفريقية والعربية وأحد كبراء الكرة الطائرة العالمية بالأرقام والإنجازات والجماهيرية، أتحدث عن النسر الأحمر النادي الأهلي اللي النهاردة في مواجهة كبيرة ومهمة أمام كبير العائلة البترولية في الكرة الطائرة المصرية، فريق نادي بتروجيت، في تحدي أخوي فيما بين الفريقين على أرض الملعب وعلى الخطوط كمان، فيما بين الكابتن محمد مصلح ميدو المدير الفني للنادي الأهلي العائد منذ قدومه للنادي الأهلي بالبطولات بالنسبة للفريق الأول والنجوم الكبار، وعلى جانب الآخر الكابتن هاني مصلح رئيس الجهاز في فريق بتروجيت والمدير الفني اللي النهاردة بيقود فريق نادي بتروجيت في هذه المباراة. هنشوف الفكر والشغل التكتيكي المعمول به على أرض الملعب في مباراة مهمة ومنتظرة زي ما قلنا، في ظل أنه نتيجة الذهاب كانت نتيجة لو المباراة قررت ألف مرة ما أعتقدش أن النتيجة اللي حصلت في مباراة الذهاب تتكرر مرة تانية أو تحصل بشكل كان موجود أو زي ما كان موجود في مباراة الذهاب في الجولة الثانية لو تفتكروا في المركز الأولمبي بالمعادي، مباراة تفوق فيها بتروجيت 3-2. لكن النهاردة محاولة مش لرد الاعتبار لأنه الأهلي كبير ودايما بيشيل التقيل، وطبيعي أن يكون في منافسة فيما بين الفرق وفي الأخير طبعا اللقب في النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة في ظهور لنجوم كبار على أرض الملعب في وجود عبد الله عبد السلام وعبد اللطيف عثمان وعبد الحليم عيب، وطبعا فيهم نجوم موجودين وفيهم نجوم خارج التشكيلة، لكن بنقول السكواد بشكل عام احمد صلاح عبد الحي طبعا نجمنا وافضل او من افضل 100 لاعب ولاعبه في العالم في تاريخ الكره الطائره منذ ايام توج بهذا اللقب، وعبد الرحمن سعودي وكازيمير جورجييف اللاعب المحترف البلغاري، محمود رؤوف عبد القادر وعبد الرحمن الحسيني ومحمد معوض الليبرو ومحمد عادل مسعود دوله طبعا، واحمد عبد العال وحسام يوسف عبد الله وقطب النهارده موجود على ارض الملعب في مركز الاوبوزيت، وحسام يوسف وزي ما قلنا رايموند الكندي، محمد رمضان، احمد سعيد وابو سعود السيد. اول كوره في اول بدايه على ارض الملعب، بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول هنا، محاوله للضرب من الاوبوزيت من جانب اللاعب كان شريف ايمن، ولكن امامه حائط صد موجود يقود الافضليه للنادي الاهلي في هذه اللحظات من جانب اللاعب رايموند سيزيتون. اذا واحد لشيء الافضليه اهلاوي، عبد الله عبد السلام دايما يبتدي الدوران بوجود البصير على الارسال على شن ادمن، ثلاث ضاربين على الشبكه وهاجم على الارسال بارسال تقيل يترد سهل يتخلص من الفيرست تايم علشان تبقى النقطه الثانيه للنادي الاهلي. افضليه اهلاويه 2-2، دايما الارسال الفعال المميز اللي بيجيب رد سهل او يبوظ هجمه الغريب، ما يخليش السكند بول في السيستم زي كده، لكن التغطيه مثاليه من رمضان، محاوله من السكند بول عايز يسقطها عبد الله لكن ما يتحكمش، واول نقطه يظهر بيها فعليا على ارض الملعب في احداث الشوط الاول من المباراه فريق نادي بتروجيت. مباراه كبيره منتظره زي ما قلنا، لكن في الاخير على الورق وارض الواقع حتى بالنسبه للنتائج اللي حدثت في الفتره الاخيره، النادي الاهلي طبعا مباراه في المتناول بالنسبه للنادي الاهلي، بصعوبه يجيبها عبد الله ضرب من ثلاثه ومحاوله هنا للانقاذ لكن الكوره ما يتحكمش فيها دفاع بتروجيت، وتبقى النقطه الثالثه للنادي الاهلي. 3-1 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. 32 لقب دوري حامل اللقب النادي الاهلي هو الكبير، وزي ما قلنا الكبير دايما يشيل التقيل، والتقيل هو اللقب بالدرع والذهب واللي ما بيستغناش عنه النادي الاهلي. متصدر الاهلي بفارق نقطتين عن نادي الزمالك، الزمالك كان عنده النهارده مباراه هنعرف نتيجتها مع سموحه في 100 عقبه في الزمالك، وهنعرف النتيجه والترتيب عليها، لكن الاهم مباراتنا النهارده. كوره الضرب بداند لاين اختيار العمق جهه خمسه جهه الليبرو للنادي الاهلي، محمد رمضان ضرب من الاوبوزيت بفعاليه يخلص الكوره الاولى ليه على ارض الملعب، شريف ايمن لاعب الاوبوزيت في التشكيله لفريق نادي بتروجيت النهارده، عمرو زكريا وعلاء قطب ومهاب الديب، مروان عاطف، كريم معتز، احمد حماده، احمد عزب، يوسف مرجان، شهاب عزب، اسلام العراقي وده لاعب عراقي محترف على فكره، باسل مصطفى ويوسف حمدي الصافي طبعا نجل الكابتن حمدي الصافي اللي تفوق منذ لحظات مع فريق الانسات في مباريات الدوري للكره الطائره للانسات ايضا هنا في النادي الاهلي 3-2، واكزو الكونغولي المصاب غايب النهارده لاعب سنتر، وعبد العظيم محمد عبد العظيم وشريف ايمن ده تشكيله فريق نادي بتروجيت. 4-2 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب.
كرازيمير جورجييف البلغاري 2 متر و3 سنتيمتر 26 عام دولي بلغاري على فكره مع منتخب بلغاريا اللي كان رابع اولمبياد لندن 2012 على قتلهم على مباراته مع ايطاليا من هناك من لندن افتكر المباراه دي كويسه كوره ولا اجمل يعود ليقود الهجوم خيار استراتيجي فعال في وجود احمد صلاح على البنش يبقى موجود هو ويسد ويهد اي حد اتحدث عن احمد قطب احد النجوم الكبار نتمنى له السلامه والامان ويبعد عنه ربنا شر الاصابات لاني كنت معاه في الملعب في مرتين في اصابتين الحقيقه سواء كان في بطوله افريقيا لو تفتكروا في 2018 لما اصيب وفي ريو دي جانيرو كنت انا بعلق من الملعب مباراه منتخبنا الوطني اتذكر امام بولندا خسرناها 0-3 لكن اصيب في هذه المباراه قطب نتمنى له ربنا يبعد عنه شر الاصابات لانه من العناصر المؤثره لمنتخبنا الوطني وللنادي الاهلي بالتاكيد ارسال في الشبكه يضيع النقطه الثالثه لفريق نادي بتروجيت 5-3 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب ارسال امامنا شريف ايمن فلوتر استقبال اوت اوف سيستم مرفوعه مش من البصير علشان كده الضرب ما كانش فعليه وفي تغطيه لكن في الاخير كان في خطا موجود بلمس الشبكه من البلوك والنقطه اهلاويه في الاخير اوت اوف سيستم او مش مرفوعه في السيستم المثالي يعني اللمسه الثانيه قبل الضرب مش جايه من البصير من عبد الله عبد السلام المايسترو الموزع النجم بتاع نادي الاهلي اللي دايما لمسته الثانيه بتكون فعاله وفتاكه في كتير من الاحيان زي كده احمد صلاح ثنائيه من 2003 يمكن هي القائده للكره الطائره الاهلاويه والمصريه وهنا حائط صد بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول مسمار حاضر بقياده عبد الله عبد السلام علشان تبقى النقطه السابعه للنادي الاهلي ويزيد الفارق بفارق الاربع نقاط الكسر حاضر على ارض الملعب 7-3 الافضليه اهلاويه في احداث الشوط الاول من المباراه ناصر حمدي هو الحكم الاول في هذه المباراه كابتن محمد منير هو الحكم الثاني في هذه المباراه كره اعداد خلفي محاوله بلوك برضو معمول زي ما الكتاب بيقول قياده من النجم احمد سعيد واللي يجاور السعيد يسعد نجم ابو ايد حديد ده لقبناه في بطولات عالم وبطولات افريقيا علقت عليها كتير ومنها كاس العالم للكره الطائره للرجال في اليابان في 2019 النسخه الاخيره او البطوله الاخيره اللي شارك فيها منتخبنا الوطني بشكل فعال بعدها فزنا بلقب البطوله العربيه هنا والبطولات الكبيره ما بقاش فيه مشاركه طبعا نظرا للكوفيد والجائحه لكن الامور ان شاء الله ستعود بسلام وامان احمد سعيد مع البلوك اللي معمول زي ما الكتاب بيقول الى جوار عبد الرحمن سعودي 21 عام مترين و7 سنتر تقيل فعال برضو موجود وعنده خبره الصغار لانه كان موجود مع منتخب ماركوس ميراندا لو تفتكروا في 2017 بطوله العالم اللي كانت على الاراضي المصريه تحت 23 عام خامس العالم كان منتخبنا الوطني الافضل من نتيجه لكره الطائره المصريه كانت رابعه العالم في مرتين اخرهم كان في تونس بطوله العالم في عام 2019 ضرب اعداد قصير من البصير يوسف مرجان والضرب سريع بالمناسبه يوسف مرجان ده نجل العميد مرجان طبعا المدير التنفيذي السابق للنادي الاهلي لكن من الفنانين الموهوبين اللي موجودين في عالم الكره الطائره على مستوى صناعه اللعب حط الارسال القصير والضرب السريع يخلص النقطه رقم 4 لبتروجيت 8-4 دبل سكور الافضليه اهلاويه على ارض الملعب سبايك سيرف لكن استقبال مميز هنا رايموند اعداد عبد الله في السيستم تخلص اكيد تخلص اكيد تخلص ما هو ما تجيش غير كده ما هو لا يفل الحديد الا الحديد هم كانوا حديد في دور اول احنا هنا الصلب كله موجود هنا من لاعبي النادي الاهلي مباراه للنسيان طبعا تعويض النهارده هيبقى بالتهام للاعبي النادي الاهلي كره في السيستم المثالي عبد الله عبد السلام رفعها الرفعه الموزونه بره الشبكه بمتر واكتر مريح اللي بيطير وده لما يطير يسهل حاجات كتير هجوميا نتحدث عن احمد سعيد هاجم مع الارسال بشكل فعال من الفيرست تايم ترجع تاني وحشه من سعودي محاوله للانقاذ اوت اوف سيستم هنا في حمل للكره بخطا فني من جانب ده بقرار حكم المباراه يعني ما اقدرش احكم عليها قوي لكن عبد الرحمن سعودي حكم المباراه الكابتن ناصر حمدي قال لك في حمل للكره ومن ثم خطا فني في التعامل من جانب عبد الرحمن سعودي اللي بيطلع في السبايك ل 3 متر 50 في الهواء مع طول الذراع والارتقاء لاعلى 3 متر 37 مع البلوك مهم جدا هذا اللعب نقطه 5 لبتروجيت 9-5 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب سبايك سيرف بيحاول يهاجم معوض استقبال في السيستم هتخلص اكيد تخلص زي ما قلنا طالما الاستقبال موزون والاعداد فعال الضربه هيبقى مستريح وعالي العالي خلص سعودي في هذه المره مع الاعداد القصير والضرب السريع النقطة رقم 10 علشان يعود النادي الاهلي بافضلية بخمسة نقاط كسر حاضر على ارض الملعب للنادي الاهلي 10-5 الافضلية اهلاوية ميدو وتايجر ومحمود جمعة تامر مجدي تايجر مساعدين للكابتن محمد مصلحي
والبقيه هنقول لكم عليها. استقبال بصعوبه تجاب صاد من عبد الله يقلم كوره الكوره الفرصه عبد الله يخلص سعيد تخلص اكيد تخلص مره تانية. هنا الضرب كان فعال من جانب هذه المره رايموند تزيتو هذا الكندي جاي من الاهلي البحريني بعد البطوله العربيه اللي فزنا بيها على حساب نادي الزمالك في فبراير من عام 2020. 11-5 الافضليه الاهلاويه يجبر في هذه اللحظات على الحصول على اول تايم اوت حر محق ليه في احداث الشوط الاول. الكابتن هاني مسلم مع احمد نجيب كمدرب عام وحسام شكري اللي النهارده غايب عن البنش عند دكه بدلاء نادي بتروجيت لانه عنده حاله وفاه. الاهلي اخر مباراه خاضها كانت القمه في الصاله المغطاه بالمقاولون العرب هناك بالجبل الاخضر، تفوق 3-2 على نادي الزمالك علشان يعود للصداره. اخر مباراه كبيره لكنه كان في عنده مؤجله امام نادي ترسانه وتفوق فيها 3-2 علشان يبقى في الصداره فعليا. وبالمناسبه انه اللي بيفوز باللقب في اخر الدوري اللي بيحقق عدد انتصارات اعلى مش عدد نقاط، بالمناسبه بس علشان الناس تبقى عارفه الموضوع، لكن عدد النقاط حتى ما قبل اخر جوله هو اللي بيفرق في الترتيب العام، لكن مين يفوز اكتر هو اللي حقق اللقب بالدرع والذهب في الاخير، عدد الانتصارات يعني. يعني مواجهه الاهلي والزمالك بالاحرى كده في الدور الثاني هي اللي هتحدد مين اللقب رايح فين، وباذن الله اللقب اهلاوي في هذا الموسم. قيس موجود نقطه ثانيه على التوالي بعد ضرب كان من العالي من 4، هنا الظهور بفعاليه من جانب يوسف مرجان. نحط قيس جهه واحد ما قراهاش، كان هنا امامنا محمد معوض ليبرو قال نادي الاهلي موجود والمنوط بالاستقبال مع لاعبي 4 المنوطين باستقبال الكره الاولى. مره ثانيه مرجان يحاول يسقط الكره هنا ولكن يعتذر بالتاكيد خطا حاضر، والنقطه رقم 12 في صالح النادي الاهلي. 12-7 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. عبد الله دوران جه عليه طبعا خطا 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 قدم خطا قدم رجليه رجل الارتقاء لمست في البيز لاين او الخط الخلفي لملعب النادي الاهلي ومن ثم خطا قدم خلاص نقطه سهله راحت في صالح فريق نادي بتروجيت. ودايما الدوران لما بيجي على عبد الله ولما بيكون احمد صلاح موجود واحمد سعيد اللاعبين الموجودين لفني توجيه الارسالات بالشكل المتقن ولا اجمل. احمد سعيد الاستروك معمول جاي من 6-3 الضريب الثقيل اللي زي ما قلنا ده لما يبقى في حالته يطير ويسهل حاجات كتير هجوميه للنادي الاهلي. تعمل له اعداد موزون ما بعد استقبال الكره الاولى، عبد الله يظبط له الكره وهو جاي من 6 يخلص في عمق الملعب البترولي علشان تبقى الافضليه الاهلاويه 13-8. فلوتر موجه استقبال صافي اعداد هنا خلفي محاوله لضرب من اوبزيت لكن ايه ولا في حاجه هتعدي النهارده. شعار ثنائي النادي الاهلي هنا امامنا ظهور لكرازمير جورجييف اللاعب البلغاري السنتر اللي موجود في تشكيله النادي الاهلي المحترف الى جوار احمد سعيد. وجورجييف يقول لك من جور سعيد يسعد، طبعا طبعا سعيد مؤثر مهم 2018 و2019 هو افضل ضارب كان في بطوله افريقيا اللي استضافها النادي الاهلي وتوج بيها النادي الاهلي. سيبال من الصافي مع 4 المعار من النادي الاهلي قلنا نجل الكابتن حمدي الصافي. حاط صادي يقلم كره الكوره تتلم في السيستم تخلص قطبي خلص لا حاط صادي يقلم كره الكوره ترانزيشن انتقالي تحدي ورالي هنا اعداد خلفي في الاوبس ضربه يا راجل يا راجل. عبد الله ما قراهاش عبد الله ما قراهاش حتى الراجل رفع الرايه وما كان يعني كان متوقع ان الكره بره بس عبد الله ما قراهاش لانه لو سابها عبد الله كان الكره بره لانه ما كانش فيها تاتش بلوك او ما كانش فيه لمس للبلوك الاهلاوي ومن ثم ما قدرهاش عبد الله اتعامل معاها كانت النقطه في صالح فريق نادي بتروجيت. لكن من حق الكبير يتدلع طبعا من حق الكبير يتدلع. النادي الاهلي متفوق واخد الكسر وباني عليه على ارض الملعب قط يضرب الضرب القطري لمست ما لمستش مفيش تاتش بلوك ولا لمس للسايد لاين او الخط الجانبي لملعب بتروجيت. ضرب محتاج ظبط زوايا ياخد بس حساسيه المباريات اكتر واكتر. قط زي ما قلنا احد افضل لاعبي الاوبزيت اللي موجودين في الكره الطائره المصريه اصاباته ابعدته لكن يبقى من افضل اللاعبين الموجودين في هذا المركز. فلوتر عمرو زكريا بالشبكه يخطئ هنا والنقطه اهلاويه على ارض الملعب بفارق 5 نقاط. النادي الاهلي يتفوق في احداث الشوط الاول. النهارده حكام الرايه عمرو التوني وايمان اشرف واسهام عاصم وابراهيم ثابت والمسجل كابتن محمود مجدي ومساعد المسجل محمود محمد مرعي. سباك سيرف استقبال من الليبرو اعداد خلفي في الاوبزيت هم مركزين جهه الاوبزيت اكتر جهه شريف ايمن لكن النادي الاهلي صاحي فاطم دفاع النادي الاهلي في كتير مباريات لان هو على فكره بيضرب زاويه والداتا فوليا هنا تحدد تامن بالنسبه لدفاع النادي الاهلي اوت اوف سيستم
يحاول يضربها قطب بقوه، ضربها بقوه وخلصت للنادي الاهلي بافضليه هنا الوصول للسكند تكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الاول. افضليه اهلاويه بفرق 6 نقاط، الكسر حاضر وباني عليه النادي الاهلي على ارض الملعب 16 10 في هذه اللحظات. زي ما قلنا بتروجيت دايما الاعداد من جانب يوسف مرجان انه بيركز جهه شريف ايمن، والداتا فولي اللي عارف الداتا فولي والمتعمق فيها قوي يعرف كويس ان الكاميرا اللي تبقى موجوده خلف الملعب بتجيب الارقام والشكل ومين بيستقبل بيرفكت ومين بيستقبل متوسط ومين بيستقبل ضعيف وهكذا، يعني عميق والمربعات اللي بتبقى موجوده على ارض الملعب وهكذا يعني. لكن بتروجيت بيركز جهه شريف ايمن، وشريف ايمن ضربه مش ستريت، يعني هو جاب نقطه واحده بس مع الخط جهه 5، معظم كراته بتكون بالشكل اللي يبقى فيه كروس، يعني جهة واحد جهة بيضرب من 2 في 2 بشكل قطري. ومن ثم النادي الاهلي في بعض الاحيان الدفاع بيطمعه جهة انه يضرب كروس اكتر واكتر، لانه ضربه في الستريتس او جهة واحد او جهة 5 عفوا بيكون بقوة، ومن ثم الحائط الصدري بيقفل له الضرب الستريت وبيسيب الديفنس للتعامل مع الكروس. شغل متعمق شويه لكن هتفهموه بالتاكيد مع المباريات وتعددها. ضرب في حائط الصد الى خارج الملعب، النقطه في صالح فريق نادي بتروجيت، النقطه رقم 11 بيظهر فيها او بيها في احداث الشوط الاول. شريف ايمن على الارسال في هذه اللحظات، شغال على الداتا فولي هناك في بتروجيت. شادي فهيم ده محلل تقني محترم الحقيقه، وطبعا مع النادي الاهلي مجموعه كبيره من يقود الجهاز الفني تحت قيادة كابتن محمد مصلحي، ومعهم أحمد سعيد هو اللي بيقود التحليل التقني. إرسال خارج الملعب والنقطة أهلوية في هذه اللحظات 17-11 أفضلية أهلوية في أحداث الشوط الأول من المباراة. الأهلي بتروجيت مباراة الأسبوع 13 من الدوري الممتاز موسم 2020-2021. قطب على الإرسال، إرسالاته سبايك تقيلة يضرب بقوة جهة 5، استقبال مميز أعداد على السريع يخلص ما يخلصش، موجود رمضان ليبرو النادي الاهلي، اعداد سعيد يضرب في حائط الصد والى خارج الملعب، ما لمستش سايد لاين، وجه صح. وده دايما اللي بنتكلم عنه، فكره انه الضريب يبقى لعيب لما يكون عنده الحلول، لما يبقى عنده حائط الصد مقفل عليه يستخدم حائط الصد لصالحه، وده اللي بيعمله احمد سعيد دايما لما بيطير والكره بتكون قريبه من الشبكه بيقدر ان هو يوجه الكره برسك اليد علشان تاخد اللولبه بعد الضرب في حائط الصد وترد بره. قطب مرة تانية يهاجم على الإرسال، الصافي استقبل بصعوبة يا ولد من الفيرست تايم قريه وعارف اللي بيفكر فيه، ما طلعش، كان في محاولة السكند بول من جانب لاعب نادي بتروجيت ويخلصها من الفيرست تايم بلمسة من على الشبكة أحمد سعيد علشان يروح للنقطة رقم 19 بأفضلية أهلوية على أرض الملعب. ويجبر في هذه اللحظات هاني مصلحي المدير الفني لفريق نادي بتروجيت على الحصول على الوقت المستقطع الحر المحق لي الثاني في أحداث الشوط الأول من المباراة. قلنا الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني، كابتن تامر مجدي تايجر مدرب عام، كابتن محمود جمعه المدرب للنادي الاهلي، والاداري كابتن ايمن علي، ومدير اداري طبعا اللواء خالد ابو زينه، ومحلل تقني احمد سعيد، واحمال الحسن عبد المجيد، والطبيب ايهاب فخر الدين، والتاهيل سامح ظلام عارفينه طبعا وكان مع المنتخبات الوطنيه في معظم البطولات الكبيره في السنوات الاخيره، وعبد الرحمن مكي المدلك طبعا للنادي الاهلي. جهاز محترم، اعداد سريع، محاولة للضرب بقوة ما قرهاش، وقفته كانت محتاجة بس زاوية بايه؟ خطوة واحدة بس للجنب اليمين. تحدث عن ليبرو النادي الاهلي هنا امامنا كان محمد رمضان. طالما الاستقبال او سايد اوت هيبقى اهلاوي او الارسال جاي من ناحية بتروجيت هتلاقوا الليبرو الثاني في تشكيلة النادي الاهلي محمد معوض هو اللي موجود علشان بيستقبل مميز، زي كده عبد الله. اعداد واو، حاول هنا الاستروك من سعودي، الضرب من سعيد لكن تترد، سكند شانس النادي الاهلي، ضرب من عبد الله يضرب بقوه الرد خارج الملعب، اذا النقطه اهلاويه 20-12 بفرق 8 نقاط، فريق مريح اكلينيكيا. شوط اول حسم قبل ان ينتهي فعليا بافضليه اهلاويه، دايما ياخد الكسر من بدري ويبني عليه النادي الاهلي. سعيد مع الدوران موجود على الارسال، تقيل بيلعب السبايك سيرف، خدت الشبكه قلت قوتها. اعداد امامنا العظيم هو اللي استلم الليبرو في نادي بتروجيت، تترد محاوله هتعدي سهله، شانس بول بتروجيت، صافي هو اللي يستقبل وهو اللي يضرب الكوره، ما فيهاش اي لمس بالمره، حطها في الاعلانات بره. الصافي هنا امامنا علشان تبقى النقطه اهلاويه رقم 21 12
على أرض الملعب في أحداث الشوط الأول. يوسف حمدي صافي زي ما قلنا كان عنده إصابة ما قبل هذه المباراة بعد مباراة الجيش اللي جاي منها. بتروجيت خسران 1-3 في ملعبه في الصالة المغطاة بالمركز الأولمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادي. ضرب مع السريع لكن قط بقاري في السيستم. في لمستين هنا، في لمستين. باينة كانت باينة من قبل ما الحكم يرفع ايده بلمستين. خطأ فني في التعامل، وده يعني قليلا ما يخطئ، هو ما فيش حد ما بيخطئش بس قليلا ما يخطئ عبد الله في مثل هذه الكرات. عبد الله عبد السلام المايسترو الموزع معد النادي الاهلي، احد افضل الموزعين اللي مروا في تاريخ الكره الطائره المصريه والاهلاويه بالتاكيد. احترف في الدوري الايطالي، احترف في الدوري التركي، حاله حال احمد صلاح، بس احمد صلاح ما احترفش في ايطاليا، احترف في روسيا، وروسيا وايطاليا دي زي الدوري الانجليزي والدوري الاسباني كده في كره القدم. اسقاط بامتياز من سعودي النقطه رقم 22 الافضليه الاهلاويه في احداث الشوط الاول 22-13. سعودي على الارسال، 21 عام، مترين و7، 3 متر 50 سبايك، 3 متر 37 مع البلوك. زي ما قلنا كان خامس العالم مع منتخب ماركوس ميراندا، منتخبنا الوطني بطولة العالم تحت 23 عام في مصر 2017. بلوك حلو قوي، سكند شانس صافي عديها سهلة، شانس بول للنادي الأهلي في السيستم. تخلص أكيد ما لما تبقى في السيستم تخلص، واللي بيخلص وما بيرحمش ويوجع الملعب لفريق نادي بتروجيت. هنا أمامنا ظهور لقطب، محتاج نقاط كتير، محتاج فعالية على أرض الملعب يكسب بيها الثقة والثقل، وهو عنده الثقة والثقل والموهبة. في 2019 أتذكر كان في ما بعد نهاية بطولة أفريقيا توج ما بعد الإصابة، 2018 ما بعد الإصابة توج كأفضل لاعب في البطولة، تكريم شرفي من قبل الاتحاد الأفريقي آنذاك. الكرة برة بدون أي لمس للبلوك، طبعا ما فيش هنا التشالنج، ما فيش التحدي، ما فيش عين الصقر يعني، اللي هي زي موجوده في عالم التنس كده، ولا دخلت منذ عام 2006 من اليو اس اوبن اللي هي فلاشينج ميدوز يعني امريكا المفتوحه الرابعه في الجراند سلام، واللي دخلت اللي بيتقال عليها في عالم كره القدم الفار، خاصيه الفي اي ار دي موجوده في بطولات العالم والالعاب الاولمبيه وهكذا، مش موجوده طبعا هنا، لكن كانت موجوده في 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 البطوله العربيه، كانت موجوده في البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد اللي خسرها منتخبنا الوطني لحساب تونس لو تفتكروا ما قبل توقف الكوفيد. 25-13 الشوط الأول بأفضلية أهلوية بدون معاناة، النادي الأهلي يتفوق على أرض الملعب في أحداث. إذن العودة من جديد مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي بعد شوط أول انتهى من مباراة الأهلي وبتروجيت بتفوق النادي الأهلي 25-13 بقسوة وبأريحية في الأداء، يتفوق النادي الأهلي على قد المباراة. مشى أحداث الشوط الأول محمد مصطفى حميدو ولاعبي المدير الفني طبعا للنادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي. هنشوف الفكر والشغل التكتيك المعمول به على أرض الملعب في أحداث الشوط الثاني اللي هينطلق بعد لحظات ما بين الأخوين محمد مصلحي وهاني مصلحي هنا على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي ونادي بتروجيت على الترتيب في هذه المباراة لحساب الأسبوع 13 من الدوري الممتاز في موسم 2020-2021. زي ما قلنا النادي الأهلي جاي من انتصارات متتالية ويبحث عن الاستمرارية في النتائج الإيجابية، فوز على نادي الزمالك في القمة 3-0، ثم الفوز على ترسانة في مباراة من المؤجلات 3-0، لكن فريق نادي، وعلى فكرة النادي الأهلي عنده مباراة مؤجلة هي مباراة الجولة الأولى في مرحلة الإياب اللي هي مباراة الأسبوع الـ12، مباراة سموحة مؤجلة من الأسبوع الماضي، كان هناك حالة وفاة لوالد الكابتن عبد الرحمن الحسيني ومحمد الحسيني، ومن ثم لم تقام المباراة. محمد الحسيني طبعا في لاعب الأهلي السابق وموجود دلوقتي في سموحة، ولاعب النادي الأهلي الحالي عبد الرحمن سعودي فضل انه المباراة لم تقام من مباراة الجولة الأولى من مرحلة الإياب وعنده هذه المؤجلة. بتروجيت ما عندوش ولا مؤجلة، لعب الجولة الـ12 وزي ما قلنا خسر 1-3 أمام فريق نادي طلع على الجيش. إرسال تاني على التوالي بفعالية هجومية، ولما بيضرب بيخلص سواء مع أو بالمرونة التكتيكية من عبد الله عبد السلام هذا المايسترو، سواء كان السبايك سيرف أو الفلوتر الموجه زي ما عمل في النقطة التانية، عنده المرونه التكتيكيه واللياقه اللي بتساعده. شوف هنا امامنا السبايك سيرف اللي بيهاجم بيه، لكن الكوره المره دي في السيستم، محاوله الاسقاط مقريه تجاب تعدي، هيضرب بجراءه، ده جريء يا ولد احمد سعيد شفيق، قصه وحكايه وروايه هذا النجم بالتاكيد احمد سعيد، يطير قلنا ويسهل حاجات كتير هجوميا للاعبي النادي الاهلي. بيجي من 6-3، الكوره مرفوعه بس برضه في السيستم، مرفوعه بصعوبه من عبد الله، لكن طالما جت من عبد الله صوابع او بجر تاخد منه كره مرتاحه، اكتر لاعب موجود على ارض الملعب يقدر يرفع الكره بالشكل الفعال، وكمان مره
كمان مرة إيس معمول توجيه رائع رائع، قاري الملعب قراءة إيجابية. هذا اللاعب الموهبة في تشكيلة النادي الأهلي، كبير السن كبير القيمة. 10 أكتوبر اللي جاي يتم 38 عام، عبد الله عبد السلام 2 متر و2 سنتي، 3 متر 46 مع السبايك، 3 متر 30 مع البلوك. وإرسالاته من أفضل الإرسالات الموجودة في القارة الإفريقية وعربيا وعالميا بالتأكيد. دايما لاعبي النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني نتكلم عنهم بسكور عالمي بأرقام عالمية، وهنا بلوك كورة من اللي هي على أرض الملعب. خمسة لا شيء، لازم يبقى في تايم أوت دلوقتي، وكأنه سمعني أنا موجود في الملعب بس بعيد شوية عن الكابتن هاني مصلحي، ما سمعنيش أكيد، لكن هو لازم طبيعي إنه يطلب تايم أوت دلوقتي أو يوقف مسيرة عبد الله عبد السلام مع الإرسال بالتأكيد. خمس إرسالات يجيب الخمس نقاط أفضلية أهلاوية مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة. خمسة لا شيء، هو بياخد الكسر ويبني عليه زي البرازيل كده في عالم الكرة الطائرة للرجال، الصين في عالم الكرة الطائرة للسيدات، الكاميرون على مستوى أفريقيا في السيدات، مصر وتونس على مستوى أفريقيا في الرجال. كده في منتخبات بتعرف تتعامل مع بداية الشوط وتريح نفسها بعد كده، التكتيك والأسلوب والاستراتيجية والكرة الطائرة اللي من اللي هي اللي بتتقدم على أرض الملعب. عبد الله أتذكر في بطولة أفريقيا 2018 كان بيلعب في دور المجموعات مع فريق من الكونغو وجاب 19 نقطة متتالية وهو على الإرسال، 18 أو 19 مش متذكر تحديدا، بس يعني لدرجة إن هو نفسه كان بيبتسم وتعب من كتر الإرسالات اللي بيجيبها، وكان فريق متواضع الحقيقة، ما عندوش استقبال الكرة الأولى خالص. تايم أوت في وقته أو الترجم صح، هاني مصلحي عارف يوقف تركيز عبد الله عبد السلام على الإرسال، ضيع على الإرسال علشان يظهر فعليا في احداث الشوط الثاني فريق نادي بتروجيتس. ارسال معوض، استقبال عبد الله، اعداد السريع السريع يا ولد كرازيمير جورجييف هذا البلغاري 2 متر و3 قصه، 26 عام هذا الدولي البلغاري اللي يخلص مع السريع من 3، وكالعاده الافضليه الاهلاويه 6-1 بفرق الخمس نقاط مع بدايه احداث الشوط الثاني من المباراه. جورجييف كرازيمير هيوجه بيلعب رسالات لوتر، استقبال الصافي، اعداد ضرب هتصد تتلم مره ثانيه، اوت اوف سيستم في متناول الديفنس، صح كده سعيد او رمضان كان موجود، الاستروك معمول من 6 ل 3، الضرب تترد، سكند شانس عبد الله، اوت قريبه من الشبكه لكن بيعرف يخلص، عبد الله رفعها له مش بره الشبكه بمتر واكتر، لكن هو بيعرف يخلص مع الكروس، ضرب معمول زي ما الكتاب بيقول، تترد الكوره على سايد لاين، والنقطه اهلاويه 7-1 الافضليه على ارض الملعب. رايموند سيسيتو هذا الكندي المحترف تشكيلة النادي الأهلي، كان عندهم أو كان عند كندا اثنين دوليين منهم هذا اللاعب كان في كأس العالم، وجيسون ديروكو اللي كان محترف في النادي الأهلي واللي كان بيلعب ليبرو في كأس العالم 2019 مع كندا لو تفتكروا، لعب أربعة لعب موسم مع النادي الأهلي وجي مكانه هنا هذا الرايموند. كرة تضرب خارج الملعب بدون لمس، شريف أيمن بيكلم قطب بيقول له لمستك ولا لا، ما لمستوش. 8-1 بقسوة يبدأ الشوط الثاني لاعبي النادي الأهلي ومحمد مصلحي. 8-1 الأفضلية أهلاوية، الوصول إلى الفيرست تكنيكال تايم أوت أو الوقت المستقطع الفني الإجباري الأول في أحداث الشوط الثاني، وبأريحية بدون معاناة يمحو ذاكرة مش هتتكرر ولو اتعادت مباراة الدور الأول 100 مرة الحقيقة، يعني إن هو يخسر النادي الأهلي 2-3 في مباراة دراماتيكية غريبة جدا ما بتتكررش كتير وما بتحصلش كتير، لكن في الأخير الأهلي متصدر الدوري وده الأهم. الأهلي دايما في إفريقيا عربيا وبالتأكيد في الدوري هنا هو الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، بيلتهم بيخلص وما بيرحمش، وما زال حتى الآن ننتظر ظهور النجم الكبير التقيل الموهبة أحمد صلاح اللي ما نزلش النهارده على أرض الملعب في وجود قطب هو اللاعب الأساسي في الأوبوزيت. صد موجود يا ولد، وقلنا من جور السعيد يسعد أحمد سعيد إلى جوار السنتر فيها التشكيلة الأهلاوية المحترف البلغاري كرازيمير جورجييف. حائط صد مسمار موجود على الشبكة، 9-1 الأفضلية أهلاوية. تغيير في هذه اللحظات، خروج للبصير يوسف مورجان ونزول للبصير الثاني في التشكيلة لفريق نادي بتروجيت، محاولة لتصحيح المسار مع بناء الهجمة لأنه الهجمة بتبوظ كده كده مع استقبال الكرة الأولى بالنسبة لفريق نادي بتروجيت، محتاج إن هو يعدل، لكن اللمسة الثانية أو الإعداد مش موزون قوي. مهاب الديب هو اللي بينزل على أرض الملعب، أول لمسة لمهاب، الضرب بره الملعب بدون لمس لمست الحد الاعلى للشبكه، ما لمستش البلوك من جانب كرازيمير جورجييف، مش ظابطين زوايا ومش حاضرين على ارض الملعب ولا واعيين ولا فاهمين ولا عارفين الاطر التكتيكيه اللي يقدروا يلعبوا بيها، وحتى اللاعبين فاكين لاعبي نادي بتروجيت.
كأنهم اتخطفوا في الشوط الاول وما رجعوش وما رجعوش، ظهروا بنقطه واحده فعليا في احداث الشوط الثاني. الافضليه اهلاويه 10-1. كراسيمير جورجي سيبال صافي اعداد مهاب الضرب المره دي حلوه، رفع له الشبكه بشكل مميز، راح وطار وخلص من العالي هنا من اربعه جهه خمسه في العمق للملعب الاهلاوي علشان يظهر ولمره جديده نادي بتروجيت بالنقطة الثانية ليه على أرض الملعب، والأفضلية أهلاوية بفرق 8 نقاط 10-2. خلص شريف أيمن النقطة الثانية لبتروجيت. الصافي يضرب إعداد، أوه صاروخ صاروخ مطرقة في وقتها يخلص بيها النقطة رقم 11 قطب اللي دخل في أجواء المباراة شوية بشوية من الشوط الأول، ضيع نقطتين ثلاثة وبعد كده دخل قوي في أجواء المباراة ومن ثم مخلص على فريق نادي بتروجيت بضرباته الموجعة في الملعب البترولي. كرازيمير جورجيف الدولي البلغاري على الارسال في هذه اللحظات، سبايك سيرف بره ما ظبطش زوايا مش متحكم. 11-3 الافضليه اهلاويه، او عشان الارسال مع بتروجيت نقول 3-11. ماشي كريم معتز على الارسال في هذه اللحظات، هيوجه فلوتر استقبال سعيد. مشكلة سعيد، مشكلة سعيد دايما دايما الارسال فلوتر لو سبايك يعرف يستقبله بشكل قوي، ودايما ده حتى بيواجهها مع المنتخب الوطني، حتى يمكن لما كان هو وتايسون لاعب طلائع الجيش مع منتخبنا الوطني في البطولات الكبيرة دايما لما بيجي السكاوتنج من بره او الداتا فولي من اي منتخب كبير او اي حتى فريق زي ما عند شادي كده والكابتن هاني مصالح في فريق نادي بتروجيت يقول لك على احمد سعيد في الدوران وجه له فلوتر، كورة في محاولة ولكن يضرب هنا ولا مرة جديدة مع دوران لاعب العالي لاعب أربعة في تشكيلة بتروجيت موجود في الأوبوزيت. شريف أيمن يخلص كورة جاية سهلة من دفاع النادي الأهلي مع الخفنة يخلص النقطة رقم خمسة وبرضو بعيد النادي الأهلي واخد الكسر وباني عليه. 11-5 الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب. مازال على الإرسال كريم معتز استقبال سعيد المرة دي مميز، إعداد خلفي قط يضرب بقوة حصاد يقلم كرة الكورة تتلم مرة تانية. معتز شهاب تضرب دفاع رائع يعديها مزقوقة من قد بترد مرة تانية صعبة دي صعبة دي. أحمد سعيد عنده الخبرة يقدر إن هو يتعامل مع حد صد بشكل فعال، تعدي سهلة شانس بول للنادي الأهلي. سعيد عبد الله في السيستم هيخلص قد ما يخلصش لسه الكرة هنا بلوك يفوق فريق نادي بتروجيت، يفوق فريق نادي بتروجيت. إسلام العراقي هذا اللاعب العراقي الدولي العراقي المحترف تشكيلة النادي البترولي بتروجيت إلى جوار كريم معتز سنتر نادي بتروجيت ثنائي في حائط الصد يجيب نقطة يمكن الأولى يمكن بنشوفها في حائط الصد اللي فريق نادي بتروجيت في أحداث الشوط الثاني. ضرب بقوة ولا أجمل أحمد سعيد يظهر ويبان عليه الأمان يحط المطرقة اللي توجع الملعب البترولي هنا فريق نادي بتروجيت ولا يقدر أي دفاع يتعامل مع مثل هذه الكرات النارية اللي جاية من الملعب الأهلاوي عن طريق أحمد سعيد يحط الكرة القطرية من 4-5 والتفوق للنادي الاهلي 12-6 دبل سكور الافضليه اهلاويه على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني. قد سبايك سيرف تاخد الشبكه الصافي لم شهاب اعداد ضرب بره ضرب بره ما لمستش البيز لاين ما لمستش البيز لاين. اعتراض هنا من شريف ايمن لكن حكم المباراه كابتن ناصر حمدي مأكد مع اللاين وومن بقى في هذه الجهه سهام عاصم اللي اكدت ان الكوره ما لمستش البيز لاين ومعاها طبعا ايمان اشرف الاثنين اللي واخدين اللاين في جهه ملعب النادي الاهلي. قطب ما زال على الارسال 13-6 الافضليه اهلاويه. هيلعب سبايك سيرف ارسال بقوه تاخد الشبكه لكن تتلم امامنا شهاب اعداد على السريع يخلص على السريع يخلص هنا ظهور مره ثانيه لاسلام العراقي قادم من غازي الجنوب هذا اللاعب ولعب في البشمركة ايضا العراقي هناك باول موسم ليه مع فريق نادي بتروجيت زي ما قلنا ثنائي محترف في تشكيله بتروجيت هذا العراقي صاحب القميص رقم 17 اسلام وايزوكو هذا الكونغولي لكن مصاب ما بيلعبش النهارده بيتدرب بس لسه ما دخلش في اجواء المباريات. شريف ايمن ارسال هنا امامنا لكن نقطه لبتروجيت نقطه لبتروجيت. اعتقد رونج بوزيشن كان موجود في وقفه لاعبي النادي الاهلي والنقطه لصالح فريق نادي بتروجيت. 13-8 فلوتر موجه على سعيد دايما دايما الفلوتر هتلاقوه موجه على احمد سعيد ده السكاوتنج ده الداتا فولي لو بس عندنا وقت اتكلم لكم اكتر بشكل اعمق لكن هنا قطب يعذب الملعب البترولي
ضرب بالداون ذا لاين اختيار مركز خمسة في العمق من العائق من اثنين هنا من الاوبوزيتس. قطب يقود الهجوم الاهلاوي ويخلص النقطه رقم 14 لصالح النادي الاهلي في احداث الشوط الثاني. 14 8 الافضليه الاهلاويه. سعيد الدوران جاله مع الارسال لما يظبط يطلع مطارق طبعا 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 زي كده، لكن استقبال مميز من الليبرو. بس الاعداد الضرب من السريع حلو المره دي من العالي من العالي. يوسف حمدي الصافي معار قلنا من النادي الاهلي ياخد الخبرات يستوي فنيا اكتر واكتر. ضربه من ضرباته القليله النهارده على ارض الملعب لكن مؤثره بالتاكيد. يضرب من اربعه يخلص جهه خمسه في الملعب الاهلاوي. على الارسال امامنا احمد حماده بيلعب سبايك سيرف هذا اللاعب. يوجه لكن معوض خبره في استقبال الكره الاولى. اعداد عبد الله الضرب من المنطقه الدفاعيه مش في القوه الكافيه او الاعداد ما كانش موزون قوي. السريع سعيد في سته عامل العمق الدفاعي موجود. عبد الله الاوبزيت يخلص ما يخلصش يخلص فيها تاتش بلوك فيها لمس فيها لمس هنا للبلوك البترولي دفاع بتروجيت في حائط الصد لكن اتعامل معاه بالشكل الفعال. تاتش اوت النقطه مع قطب بافضليه اهلاويه 15 9. سعودي على الارسال عبد الرحمن صغير السن كبير القيمه 2 متر و7 سنتيمترات. لاجوار كرازمير جورجييف لاجوار دولا لاجوار عبو نجوم كبار بيلعبوا في السنتر تقال قوي في تشكيله النادي الاهلي. يخطئ هنا عبد الرحمن سعودي ونقطه هديه في الجعبه لفريق نادي بتروجيت. 15 10 بافضليه اهلاويه وقلنا ياخد الكسر من بدري ويبني عليه النادي الاهلي. الدولي العراقي المحترف في تشكيله بتروجيت اسلام العراقي قلنا غازي جنوب والبشمركه واول موسم ليه مع فريق نادي بتروجيت. يرسل بدون تحكم بالمره في الشبكه هديه بهديه 16 10 الافضليه اهلاويه والوصول للسكند تكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الثاني. افضليه اهلاويه مريحه زي ما كان في الشوط الاول. دايما الاهلي بيخطف من الاول ويخلص ويبني على هذا التفوق بالتاكيد. الاهلي اللي كان في هذا الموسم في الدوري في المرحلة الأولى اللي هي الدور التمهيدي كان معاه بتروجيت بالمناسبة، يعني هو واجه بتروجيت في الدور التمهيدي ولما تأهل هو وبتروجيت أو النادي الأهلي وبتروجيت وكان أفتكر معاهم ثالث القناة من المجموعة الأولى في الدور التمهيدي. الثلاثي تأهل من مجموعة كان فيها بتروجيت والقناة والشرقية للدخان ومصر البترول وهيلوليدو. اتأهل للدوري الممتاز أو مرحلة من 1 ل 12 مرحلة التتويج الأهلي وبتروجيت والقناة والدخان ومصر البترول وهيلوليدو بيلعبوا من ال 13 لل 24. وكان راح يعني بتروجيت في خبر كان امام النادي الاهلي في الدور التمهيدي ذهابا وايابا. ثلاثه لا شيء رايح ثلاثه لا شيء جاي. عبد الله جاله دوران الارسالات الموجعه من السكند بول عايز يخدع دفاع النادي الاهلي لكن قريب وعارف اللي بيفكر فيه كان رمضان الليبرو. تعدي سهله سكند شانس بتروجيت الضرب من العالي صافي يحط الكوره فاجمل صوره حلوه حلوه التوجيه القطري الفعال فيما بين اربعه وخمسه. هنا الكوره ترتد على السايد لاين او الخط الجانبي لملعب المباراه علشان تبقى النقطة رقم 11 ويقلص الفارق ولأول مرة يمكن من بداية الشوط كان الأهلي تفوق وصل لخمسة لا شيء، أول مرة يقلص الفارق لفارق الأربع نقاط في أحداث الشوط الثاني بعد ما فاق نسبيا المعار من النادي الأهلي ابن النادي الأهلي ولاعب بتروجيت الحالي يوسف حمدي الصافي. إرسال لكن أراها صح الخبرة بالتأكيد من أحمد سعيد ما تعاملش مع الكورة قدر الكورة صح الكورة بره أوت والنقطة رقم 17 في صالح النادي الأهلي 17 11 الأفضلية الأهلاوية. رايموند سيزيتو هذا الكندي قلنا الاهلي البحريني من فبراير الماضي مع النادي الاهلي. سبال صافي اعداد محاوله للسريع اسقاط لكن عبد الله يا ولد ديفنس منخفض رائع وسعيد صاروخ لكن ديفنس رائع هنا امامنا من باسل مصطفى. الليبرو تتضرب مع الخط حلوه يحط كوره هنا شريف ايمن في العمق واجهها التوجيه المثالي كان امامنا هنا شريف ايمن بيظهروا فعليا. احنا عايزين بتروجيت برضو يظهر علشان يبقى فيه منافسه لانه النادي الاهلي حقيقي لغايه دلوقتي مباراه تدريبه قويه للنادي الاهلي لانه دايما النادي الاهلي بيحب المنافسه العاليه علشان يظهر قدرات لاعبيه العاليه لانه النادي الاهلي دايما بيحب المنافسه الكبيره لانه الكبير يشيل التقيل ودايما الاهلي كبير ودايما بيشيل التقيل وهو اللقب بالكاس او الدرع والذهب في اي بطوله بقى في السكه. ظهور لمحمود رؤوف عبد القادر نجل الكابتن طبعا رؤوف عبد القادر احد نجوم واساطير النادي الاهلي في عالم الكره الطائره ومدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي موجود هنا في المكسوره الرئيسيه لصاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره بيحضر المباراه. وجوده على الارسال فلوتر يوجه الصافي استقبال السريع يخلص
نقطة لبتروجيت في هذه الحدث. لما نزل البصير الثاني في تشكيل فريق نادي بتروجيت مهاب الديب بدلا من يوسف مرجان، نسبيا اتظبط الاداء والكره الثانيه والهجمه بقت مظبوطه مش بايظه من لاعبي فريق نادي بتروجيت مع التحسين لاستقبال الكره الاولى. كريم معتز فلوتر، عبد الله اعداد جابها بصعوبه يحاول يسقطها، ما تحكمش. عبد الرحمن سعودي شويه ثقه بزياده، بتفقد اللاعبين القدره على التعامل مع النقاط السهله بجديه وده ما ينفعش. 18-14 الافضليه اهلاويه، تايم اوت في وقته بالتاكيد مطلوب من جانب ميدو محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي، لانه حس انه بعض لاعبي النادي الاهلي فكوا شويه في حاله التركيز او ضامنين الشوط بزياده وده ما ينفعش. احمد صلاح، دولا وحسام عبد الله، عبد اللطيف عثمان، نجوم النادي الاهلي اللي موجودين النهارده فيما بين السبستيتيوشنز او البدلاء بداوا يعملوا عمليات الاحماء والتسخين، قد يكن لبعضهم دور او لا في اراحه لانه مباريات كتير جايه في المنافسه المحليه. النادي الاهلي مش هيشارك افريقيا في بطوله افريقيا في تونس على مستوى الرجال وغالبا على مستوى السيدات كمان، لكن المنافسه المحليه والكره الطايره اللي من اللي هي ولسه اللي جاي كتير بالنسبه للنادي الاهلي من القاب وارقام يجب ان تنجز بالتاكيد. كوره جوه قدرها غلط احمد سعيد. معلش تعدي اول مره في الشوط الثاني يوصل الفريق لفريق ثلاث نقاط او يقلص بالاحرى فريق نادي بتروجيت على ارض الملعب. ارسال كان موجه من جانب كريم معتز سنتر فريق نادي بتروجيت وما قرهاش صح في جهه خمسه احمد سعيد، ترتد على سايد لاين النقطه ال 15 وفرق ثلاث نقاط افضليه اهلاويه. سعيد دايما قلنا اي ارسال في لوتر يواجه جهه احمد سعيد، الضربه في حائط الصد والى خارج الملعب، يظهر ويبان عليه الامان سعودي، عبد الرحمن يستخدم حائط الصد لصالحه ويظهر افضليه اهلاويه من جديد بفرق الاربع نقاط. 19-15 قطب على الارسال في هذه اللحظات، هيلعب سبايك سير او ممكن ينوع. سبايك سيرف استقبال بصعوبه من الليبرو، كان امامنا باسل مصطفى اعداد اوت اوف سيستم علشان كده في متناول دفاع النادي الاهلي. تترد مره ثانيه احمد سعيد يا ولد، لكن باسل مصطفى صاحي اعداد في السيستم، دي ممكن يتعامل ما يتعاملش لانها في السيستم. الراجل ضرب وحش قوي الحقيقه، كان امامنا هنا كوره طالعه من ايده مش بتحكم بالمره، حطها في الشبكه بتاعت الهاند بول اللي بره، ضرب بدون تحكم من احمد حماده لعب أربعة في تشكيلة فريق نادي بتروجيت. قطب كمان مرة على الإرسال، صاروخ استقبال من صافي، إعداد شهاب، محاولة للضربة مع الخط، لمس ما لمسش، بيحاول هنا إن هو يوجه أو يستخدم بالأحرى أحمد سعيد بالتاتش أوت، شريف أيمن لكن ما تحكمش، الكورة بره لفت بريسك إيده، والنقطة رقم 21 بأفضلية أهلاوية 21-15، ست نقاط قرب النادي الاهلي على بعد خمس او اربع نقاط من الفوز بالشوط الثاني ليه على ارض الملعب في هذه المباراه. 25-13 شوط اول افضليه اهلاويه، وحتى الان 21-15 الشوط الثاني ايضا افضليه اهلاويه، وياخد التايم اوت الثاني والاخير المحق ليه في احداث الشوط الثاني. هاني مصلحي المدير الفني لفريق نادي بتروجيت، طبعا هو رئيس جهاز الكره الطايره في انديه وادي دجله، وهو رئيس جهاز الكره الطايره في فريق نادي بتروجيت والمدير الفني للفريق الاول طبعا. قصص اهلاويه في عالم التدريب في كره الطائره المصريه. قطب مازال على الارسال، سبايك سيرف يستقبل هذه المره باسل مصطفى، اعداد في السيستم من شهاب، الضرب المره دي ظبط احمد حماده، اعداد موزون بره الشبكه مريحه مع ضرب، ضرب جهه العمق فيما بين خمسه وسته ما يقدرش يتحكم، كان هنا امامنا رايموند سيزيتو المحترف الكندي. 21-16 الافضليه اهلاويه على الارسال امامنا، شريف ايمن لاعب الاوبزيت موجود، عبد الله السريع ما تحكمش. لو شفتوا ارتقاء سعودي الكوره تقريبا في مستوى ارتقائه او اعلى راسه، ومن ثم ما يتحكمش عشان لازم لما يحاول يضرب بشكل مميز ظهره يرجع لورا، وطالما ظهره يرجع لورا مش هيتحكم بالمره، ده طبيعي حتى في عالم التنس لو بتلعب بالباك هاند ولا الفور هاند، بمناسبه ان احنا بنتابع في هذه الايام ميامي ماسترز البطوله الثانيه في السلسله الطبيعيه، لكن في هذا الموسم هي البطوله الاولى في سلسله الماسترز بالنسبه للتنس الرجال ذات 1000 نقطه. دايما يقول لك ظهرك لورا ما تتحكمش في اي ضربه. دولا ياخد دوره بدلا من سعودي، وهنا تاتش اوت استخدام حائط الصد لصالح النادي الاهلي في وجود قطب
المطرقة اللي في وقتها اللي يخلص من خلالها النقطة رقم 22 بأفضلية أهلوية على أرض الملعب في أحداث الشوط الثاني 22-17. وجود دولة محمد عادل مسعود 1 مايو اللي جاي يتم 27 سنة عملاق 2 متر و11، الأطول فيما بين لاعبي كرة الطائرة المصرية وغالبا الإفريقية، ومن أطول لاعبي العالم بالتأكيد. هذا السنتر لسه بتكلم عنه، البلوك سكند شانس بتروجيتس، شهاب يحاول يضرب في السيستم، الكرة في الشبكة ولبره، لمست حكم المباراة الكابتن ناصر حمدي قال لك لمست في البلوك مش في الشبكة، أو مش في الحد الأعلى للشبكة وردت لبره. لو في الحد الأعلى للشبكة وردت لبره خلاص تبقى النقطة أهلاوية، لكن قال لك لمست في البلوك ومن ثم النقطة في صالح فريق نادي بتروجيت، النقطة رقم 18. فرق الأربع نقاط نسبيا مريح مع الوصول للنقاط الثلاثة الأخيرة اللي بيحتاجها النادي الأهلي للفوز بالشوط. سيبال مميز معوض إعداد عبد الله في السيستم، يخلص أكيد يخلص، فلور تاتش لمست الأرض مع محاولة الإنقاذ من جانب أحمد حمادة، لكن المطرقة اللي في وقتها اللي توجع ولمرة جديدة الملعب البترولي من جانب قطب. خروج لمحمود رؤوف عبد القادر وعوده من جديد لهنا امامنا اللاعب كرازمير جورجييف البلغاري. دول على الارسال، فلوتر ارسالات موجهه بس عنده سكاوتنج عالي بيعرف يوجه. استبال بس مصطفى، اعداد في السيستم، محاوله اسقاط عبد الله صاحي يا ولد، مره تانية اوت اوف سيستم دي في متناول الدفاع. سيب البلوك، ما هو المفروض البلوك ما يطلعش من البدايه، يعني هي بتاعه الديفنس والراجل ضربها بره وريح لاعبي النادي الاهلي بالمره. 24-18 نقطة الشوط في أحداث المباراة من شوطها الثاني الأفضلية أهلاوية. فلوتر استقبال باسل، إعداد محاولة الضرب من العراقي لكن تترد قطب، أوه يخلص أكيد يخلص أكيد يخلص في نفس الشبكة أصلا من الدفاع بالنسبة للبلوك اللي كان معمول من بتروجيت. النقطة رقم 25، إذن 25-13 شوط أول أفضلية أهلاوية، 25-18 شوط ثاني أفضلية أهلاوية، ويقترب من حسم العلامة الكاملة الصافية والصدارة عن جدارة للدوري النادي الأهلي. الشوط الثالث من مباراة قمة الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز لكرة الطائرة الرجال موسم 2020-2021. النسر الأحمر الكبير لكرة الطائرة المصرية النادي الأهلي في ظهور لكبير العائلة البترولية في الكرة الطائرة المصرية فريق نادي بتروجيت. بعد شوط أول انتهى بأفضلية أهلاوية 25-13، شوط ثاني بأفضلية أهلاوية 25-18، وننتظر يعني على بعد خطوة الشوط الثالث يخلص من خلاله النادي الأهلي ويريح نفسه وبنفسه من ثلاث نقاط مهمين يعودوا بيه للصدارة، لأنه مباراة هنتأكد لكم مباراة الزمالك خلصت كام لأنه الزمالك انتدى الزمالك تفوق 3-1، الزمالك خلص 3-1 على فريق نادي سموحة السكندري هناك في صالة نادي الزمالك بمية عقبة، ومن ثم الزمالك بفرق النقطة الواحدة تصدر على النادي الأهلي حتى ما قبل هذه المباراة. تخلص النهاردة إن شاء الله 3-0 يخلص النادي الأهلي الصدارة ومن جديد بفرق النقطتين على حساب نادي الزمالك، لأنه طبيعي ومنطقي النادي الأهلي يكون في الصدارة بالتأكيد. أقول لكم أنه ما قبل جولة النهاردة بالمناسبة أنه المباراتين اللي أقيمة في الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، الاتحاد السكندري والترسانة ودي في الإسكندرية، هنتأكد لكم النتيجة مش عارفين، لكن مباراة الزمالك وسموحة اللي انتهت ابتدت في 4 عصرا ودي تفوق فيها نادي الزمالك على سموحة، ودي اللي تهمنا في القمة يعني تفوق نادي الزمالك 3-1 النهاردة الساعة 6 أو في نفس توقيت هذه المباراة. الطيران وسبورتنج هناك في أكاديمية الشرطة بالعباسية في الصالة المغطاة، هناك ملعب طيران رجال وسيدات هناك واخدين ملعب يعني في مبارياتهم في الدوري، ومن ثم الطيران بيلعب سبورتنج في نفس التوقيت. وزي ما قلنا مباراتنا النهاردة بنتابعها بالتأكيد مباشرة على شاشة قناة الأهلي، الأهلي وبتروجيت، والساعة 8 المباراة الأخيرة والوحيدة والمهمة لفريق نادي هليوبلس الحقيقة، لأنه متأخر في الترتيب متذيل الترتيب بالنسبة لمرحلة التتويج من 1-12، وهيواجه غريم تقيل نادي طلائع الجيش كابتن إبراهيم فخر الدين ونجوم طلائع الجيش. أعتقد مش هيبقى صيت سهل بظل أنه الكابتن شريف الشميري أكيد مش راضي عن الشكل اللي بيقدم به هليوبلس هذا الموسم. هنقول لكم على الترتيب، لكن اولى النقاط باسقاط ولا اجمل من 4 الظهور الفعال بافضليه اهلاويه، ودايما زي ما قلنا الاهلي بالسكاوتنج والداتا فولي والشغل اللي جاي من بره بيعرف يخلص صح بدايه الشوط، يلتهم الغريم وما يرحمش ويستريح بقى بعد كده. عبد الله مع الدوران، دايما قلنا
انه عبد الله بيكون موجود هو في بدايه الدوران علشان يضمن ثلاث ضاربين على الشبكه. المره دي كروس كورت معمول يمكن اول شوت يخطف فيه اول نقطه او يعمل ايكوال يعمل تعادل نقطه بنقطه من بدايه الشوط. فريق نادي بتروجيت ضرب من اربعه كروس كورت ما يتحكمش. كان امامنا محمد رمضان الليبرو الثاني في تشكيله النادي الاهلي علشان تبقى النقطه الاولى لبتروجيت. واحد واحد استقبال ضعيف ومن الفيرست تايم يخلص. امامنا هنا ظهور لاحمد حماده يضرب كره سهله جايه مع التعامل السلبي في استقبال الكره الاولى من جانب رايموند سيزيتو هذا اللاعب الكندي اللي قليلا ما يخطئ قليلا ما يخطئ. بالمناسبه سيادة اللواء خالد ابو زينه وفانا بالمعلومه انه الاتحاد السكندري تفوق على ترسانه 3-1 هناك في الاسكندريه، ومن ثم الاتحاد تفوق 3-1 في مباراه الرابعه عصرا، والمباراه الثانيه في الرابعه عصرا الزمالك تفوق على فريق نادي سموحه السكندري. سموحه السنه دي مش زي السنين اللي فاتت بالمره اتفرغ نسبيا لكنه مؤثر ومهم في شكل المنافسه. تاتش اوت النقطه الاهلاويه حاضره على ارض الملعب. 2-2 قبل هذه الجولة 31 نقطة الأهلي 29 الزمالك. الزمالك النهاردة وصل لنقطة رقم 32 قبل مباراتنا النهاردة. يخلص النادي الأهلي بإذن الله 3-0 أو 3-1 يروح للصدارة فارق نقطتين مرة تانية بالوضع الطبيعي للنادي الأهلي. ضرب بفعالية هذه المرة من أربعة يخلص بتروجيت النقطة الثالثة ليه على أرض الملعب في أحداث الشوط الثالث. بديها بتركيز نسبي هاني مصلحي وشغل شادي فهيم المحلل التقني داتا فولي اللي جاي من بره بيحاول يبدا بدايه صح لبتروجيت لانه دايما بيتخطف بيخلص لما يجي يحاول يرجع ما بيلحقش يبقى اتاخد عليه السكور اللي يميزه. لكن هنا احمد سعيد وبيعتذر بكل روح رياضيه لاحمد حماده لانه ضربه موجعه الحقيقه من اربعه. هنا يضرب بقوه المطرقه اللي في وقتها وكالعاده يخلص النقطه الثالثه علشان يعدل ويقفل الشوط الثالث من بدايته. بنستمتع لما يبقى فيه تعادل يبقى فيه كده منافسه كبيره، لكن تيجي النقاط الهامه والحاسمه يلتهم النادي الاهلي وده يدي حلاوه وجمال للمباراه وفي نفس الوقت يخلي لعيبه النادي الاهلي مشتعلين دايما على ارض الملعب. زي كده زي كده زي كده شوف امامنا لما يبقى فيه تعادل لا لاعبي النادي الاهلي بيحسوا ان في حاجه غلط لازم نلعب بالجديه مفيش رعونه في الاداء او اريحيه او ثقه بالذات بزياده شويه اللي ممكن تربك وتخلينا نقع في النقاط السهله. بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول من دوله محمد عادل مسعود 2 متر و11 سنتي مع البلوك بيوصل مع طول الذراع والارتقاء الاعلى ل 3 متر 42 في الهواء من سموحه منذ موسم 2016 موجود مع النادي الاهلي. كراسيمير جورجييف البلغاري على الارسال هيضرب سبايك بقوه ما اتحكمش ايديه من اعلى الاسفل في الشبكه يضيع النقطه الرابعه يعدل ويقفل بنقطه هديه في صالح الفريق البترولي بتروجيت. بتروجيت قبل هذه المباراة سادس لعب كل مبارياته 6 فوز 6 هزيمة ب20 نقطة بعيد عن المنافسة على اللقب بالدرع والذهب طبعا طبعا هي محصورة ما بين الأهلي والزمالك وهي حلاوتها في كده وكده كده الأهلي إن شاء الله بيخلص في الأخير لكن حلاوتها نبقى فيه منافسة بس الشكل الحلو. ضرب بفعالية والنقطة الخامسة بأريحية من لاعبي النادي الأهلي. قطب على الإرسال في هذه اللحظات الزمالك عنده مؤجلة والأهلي عنده مؤجلة. قلنا مباراة سموحة اللي كانت المفروض مباراة مرحلة الذهاب أو مرحلة الإياب الأولى في الذهاب والأولى في الإياب. سعيد هو قدر الكورة كان عايز يسيبها بره مع الارتداد باستقبال ضعيف لكن تلمس في سعيد وهو بيضحك يعني بيبتسم. من مواقف وطرائف المباراة ما بتحصلش كتير قليلا ما يخطئ أحمد سعيد في مثل هذه المواقف لكن تعدي برضه من حق الكبير يتدلع طبعا طبعا. احمد حماده سبايك سيرف استقبال مميز من رايموند اعداد عبد الله في السيستم دي قطب بيخلص طبعا 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 طالما في السيستم تخلص طالما استقبال مميز للكره الاولى تبقى الهجمه مش بايظه مستريحه ورحل عبد الله باريحيه وعبد الله بفعاليه يرفع الكوره بره الشبكه متر واكتر علشان يريح الضريب اللعيب سواء من ثلاثه لعب اربعه او لعب الاوبز دلوقتي في التطور في عالم الكره الطائره بيجي من 6 لـ3 يعمل استروك او من العالي او من 2 يعني زي ما انت عايز تقول قول. هنا يا ولد المطرقه اللي في وقتها ده الفنان الموهوب ده اللي ايه اللي يغير ويحير وتحركاته وضرباته وارسالاته تتصور وتتشير لما يكون في حالته. احمد سعيد شفيق ارسال تقيل يجيب الرد لبره وخدنا الكسر بفرق النقطتين. يحاول يهاجم مره ثانيه بالسبايك سيرف ما يتحكمش ماشي تعدي برده من حق الكبير يتدلع طبعا.
7-6 الأفضلية أهلوية على أرض الملعب في أحداث الشوط الثالث. مباراة جولة 13 لحساب موسم 2020-2021 من الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال. العراقي المحترف هو اسمه العراقي وهو عراقي ماشي. استقبال مميز من سعيد، اعداد موزون من عبد الله وضرب بقوة كتري فعال من 4 فيما بين 4 و5 من جانب رايموند سيزيتو هذا الكندي علشان يخلص النقطة رقم 8. الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثاني بأفضلية أهلاوية مع الكسر بفارق النقطتين. شوط اول 25-13 أهلاوي وشوط ثاني 25-18 أهلاوي ايضا. 3-0-3-1 ياخد العلامة الكاملة النادي الاهلي، 3 نقاط يعني. 3-2 الفريق الخاسر ده دايما في العموم، سواء في الروبن راوند اللي هو الدوري من دور واحد زي كاس العالم كده اللي هو بيبقى في اليابان كل 4 سنوات فردية زي ما كان في اليابان في 2019، ده غير بطولة العالم بالمناسبة بس علشان الناس تبقى مفرقة في السيدات وفي الرجال في كرة الطايرة على مستوى الفئة الأولى أو الكبار يعني، في كاس عالم وفي بطولة عالم. كاس عالم كل 4 سنوات زوجية يعني، 2022 في كاس عالم بالمناسبة، وكل 4 سنوات فردية بيكون في بطولة، كل 4 سنوات فردية في بطولة عالم وكل 4 سنوات زوجية في بطولة كاس عالم زي ما كنا في اليابان في 2019 واليابان من 77 وهي محتكراها يعني. بطولة كاس العالم هي دايما تسويقيا بتروح من الاتحاد الدولي لليابان او جنوب شرق اسيا بيعرفوا يسوقوها صح. ضرب بدون تحكم بالمرة حطها في البنش، الاهلاوي بره في الجهة الاخرى. 9-6 بدأ الاهلي ياخد الكسر ويبني عليه، ياخد الافضلية ويروح. دولة اسقاطه حلوه قوي فيها فكره لكن قريب، احمد حماده اعداد موزون تضرب كروس ما يتحكمش من شريف ايمن، محاوله هنا للضرب تترد في السيستم مره تانية. صافي بلوك معمول، ثير تشانس ترانزيشن انتقالي تحدي ورالي كوره جوه، مضروبه حلوه المره دي من الاوبوزيت. شريف ايمن في هذه الجهه يضرب بقوه جهه مركز واحد، الكره ترتد على البيز لاين والنقطه السبعة في جعبة فريق نادي بتروجيتس. 9-7 الأفضلية أهلوية واخد الكسر على أرض الملعب في هذه اللحظات. فلوتر دون تحكم في الشبكة يوصل للنقطة 10 الأفضلية أهلوية. هدية والنقاط السهلة دي ما ينفعش تخرج أمام فريق بحجم النادي الأهلي، ما هو يقول لك كده يقول لك يعني، حتى هاني مصلحي المدير الفني لفريق نادي بتروجيتس بيبتسم يعني بيقول لك يعني هم مش محتاجين هدايا، ما هو كده كده الموضوع متأمن بأفضلية أهلوية يعني المفروض العب بدون ضغوط وحاول تأدي بأفضل ما لديك زي ما عملوا في الدور الأول. مباراة للتاريخ لبتروجيت وللنسيان للنادي الأهلي. إسقاطة لكن رمضان صاحي، إعداد عبد الله مع الجامب، يا ولد عبد الله كبير السن كبير القيمة المرة دي في السيستم. الاستروك معمول جاي من 6-3 لمست طبعا يا راجل طب بتعترض على إيه؟ احمد حماده كره جايه في ايده يعني، انا من مكاني هنا في الصاله المغطاه الصاله الرئيسيه في اهلي الجزيره يعني بينالي قوي، يمكن تبان لكم في الاعاده انا يعني مش عندي الشاشه اللي انتم شايفينها بس واضح انه كان في لمس من احمد حماده وحكم المباراه خد قرار سيادي ولا رجعت فيه الكابتن ناصر حمدي ان الكره فيها لمس والنقطه اهلاويه وباينه وواضحه وضوح الشمس. عبد الله مع الدوران على الارسال لمطارق دلوقتي، مطارق دلوقتي يا ولد لسه بتكلم ولسه بقول جالوا الدوران وهم لاعبي بتروجيت بيجيلهم الدوران يعني، لان الكره بتيجي من عبد الله موجعه الحقيقه، عبد الله عبد السلام واحمد صلاح واحمد سعيد ثلاثي اهلاوي مرعب مع الارسالات لما بيلف الدوران عليهم. ايس موجود النقطه رقم 12 بافضليه فرق 5 نقاط، خلاص خدوا الكسر وبنوا عليه، التهم بقى. النادي الاهلي اللي تفوق 3-0 على سموحه وعلى سبورتنج والاتحاد والقناه والداخليه والجيش، خسر امامه شوط وخسر 2-3 دوري قبل مباراه النهارده، دي مرحله الذهاب لانه مرحله الاياب قلنا مباراه الجوله الاولى منها امام سموحه اتاجلت في الجوله ال 12 يعني. خسر 4 اشواط النادي الاهلي في مجمل مبارياته في هذا الموسم. قطب الضرب الكتري الكوره جوه وبياكدها احمد حماده من 2-1، توجيه متقن من جانب قطب اللي النهارده بيقدم مباراه من مبارياته الكبيره، والله زمان يا قطب تتقله طبعا قبل الاصابات والمشاكل اللي كانت بتحصل له في المباريات سواء كان مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا او منتخبنا الوطني، وقلت
كانت اصابه وجعتني انا شخصيا، وكنت بعلق عليه من الماراكانا زيوني هناك، كنت موجود معاهم في البرازيل في اولمبياد ريو 2016. لكن بيرجع لانه موهبه متاسس صح في عالم الكره الطائره. تعدي سهله، شانس بول، اوه من 6 ل 3 اول مره يعملوها ضربه من 6. الكره بتروشيت لانه في لمس شبكه، كان واضح كان واضح كان واضح. كابتن ناصر حمدي مع الكابتن محمد منير اكدوها انه النقطه لفريق نادي بتروجيت. الثامنه في احداث الشوط الثالث، افضليه اهلاويه 13-8. الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، النادي الاهلي متفوق على ارض الملعب في شوطين وهم على مقربه من الثالث. ارسال من الصافي، معوض السبال، اعداد، اوه يا ولد، اللعبه العاليه اللعبه العاليه، الضرب من 6 وده بيضرب من اي حته. احمد سعيد ابو ايد حديد اللي بيخلص وما بيرحمش ويوجع مره جديده الملعب البترولي. 14-8، فرق 6 نقاط، افضليه اهلاويه على ارض الملعب. رايموند سيزيتو الكندي من الاهلي البحريني، اول موسم ليه مع نادي الاهلي، مؤثر مهم لكن ما يتحكمش، اخطائه قليله في هذه المباراه لكن هو مش واخدها بجديه قوي لانه عنده افضل من كده بكتير. كريم معتز على الارسال، بيلعب فلوتر، ده بيوجه زي كده زي كده، استقبل سعيد لانه عارف سعيد موجود في هذه الجهه مع دوران فلازم يوجه له، لكن سعيد ضرب له تكتيكه كله لانه استقبل استقبال بيرفكت مع الاعداد الموزون، التخليص باتقان وتقنيه عاليه، النقطه لصالح النادي الاهلي 15-9، فرق 6 نقاط مازال حاضر على ارض الملعب. وكل لاعبي النادي الاهلي بما فيهم ميدو محمد مصلحي حاضرين وواعيين وفاهمين وعارفين بيعملوا ايه وبيسيروا المباريات ازاي. كرازمير جورجيف البلغاري هذا الدولي ما يتحكمش، الثنائي المحترف وهما على الارسال في الدوران يضيع ارسالين متتاليين سواء كان رايموند سيزيتو الكندي او كرازمير جورجيف البلغاري. على قطب البصير الثالث في تشكيله نادي بتروجيت، ده ثالث تغيير يعني الثلاثه البصيرات او الثلاثه صانع الالعاب في تشكيله بتروجيت بيتغيروا في المباراه. ادي اول لمسه، بجر رفعها في المنطقه الدفاعيه دي سهله ما يطلعلهاش بلوك صح كده، اوه صاروخ لكن عبد الله قاري تتلعب ثيرد شانس ترانزيشن انتقالي، النقاط الحلوه، قطب يحاول يضرب في الحائط، الفرصه الرابعه، محاوله، يا سعيد يا ولد يا ولد يا ولد، فنان موهوب موجود على ارض الملعب سعيد الرائع الرائع، يستخدم حائط الصد لصالحه، عنده الحلول حتى لو اوت اوف بوزيشن يعني ارتقائه الاعلى والكره اعلى لكن بيعرف يخلص مثل هذه النقاط. 16-10 فرق 6 نقاط، يروح للسكند تكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الثالث من المباراه، افضليه اهلاويه في احداث الشوط الثالث والمباراه كله يعني كلينيكيا خدوها مني، خلصت 3-0 للنادي الاهلي قبل ان تنتهي فعليا. غير عن ما كان الحال في مباراه الذهاب، غير سواء كان لاعبي بتروجيت او الاداره الفنيه او الاداء او السيكولوجيه حتى بالنسبه للاعبي نادي بتروجيت مش مهيئين صح في هذه المباراه. فوزهم في مباراه الذهاب على النادي الاهلي عملت لهم حاله انه يعني انجاز كبير، وطبعا بالتاكيد انجاز كبير يحسب ليهم بالتاكيد. سيبال امامنا، باسل تعدي سهله دي في المتناول، اوت اوف سيستم، عبد الله هو اللي هيضرب وبيعرف يخلص، ايوه بيعرف يخلص، ضريب ولعيب وتقيل وحريف المايسترو على ارض الملعب عبد الله عبد السلام، يتعدلوا من دوله ويخلص بالكروس كورتس، خدت التاتش بلوك وراحت بره. اذا 17-10 وتايم اوت حر ياخده في هذه اللحظات اعتقد الاول المحق لهاني مصلحي في احداث الشوط الثالث من المباراه. لعبوا مباراه امام طلائع الجيش خسروها 3-1 في المركز الاولمبي للمنتخبات الوطنيه بالمعادي، قلنا ده ملعب بتروجيت في هذا الموسم وهو في المركز السادس وما عندوش مؤجلات بتروجيت، وفي اخر الشوط الرابع كانوا هينسحبوا مشكله كبيره وكتيره يعني كانت موجوده مع الحكم وائل قنديل، لكن في الاخير كملوا المباراه وخلص الجيش بقياده الكابتن ابراهيم فخر الدين برضو احد ابناء النادي الاهلي المدربين التقال الاساتذه في عالم الكره الطائره اللي صنعوا نجوم كبار، يعني خلصوا 3-1 هناك. وبتروجيت جاي من هزيمه، النادي الاهلي جاي من انتصارات متتاليه، قلنا ترسانه ومن قبله الزمالك. السبال امامنا، حماده يضربها، حماده من المنطقه الدفاعيه سهله، اوت اوف سيستم، سعيد بيعرف يخلص، سعيد بيعرف يخلص، الكوره ايه؟ الكوره فيها لمس،
اللاين وومن قالت فيه لمس. حكم المباراه قال لك لا، الكره لفريق نادي بتروجيتس اللي اتكلمت وقالت ان فيه لمس. مين امامنا؟ سهام او ايمان اشرف؟ ايمان اشرف اللاين وومن هنا في هذه الجهه قالت ان فيه لمس، لكن حكم المباراه الاول ناصر حمدي والحكم الثاني محمد منير قالوا قرار السيادي ولا رجع تفين الكره بره وما لمستش في اي من لاعبي نادي بتروجيت. ماشي، حماده يضرب في الشبكه، نقطه هديه مش في وقتها بالمره بالنسبه لفريق نادي بتروجيت، تعطي الافضليه للنادي الاهلي بفرق السبع نقاط. زاد الفرق من جديد وكالعاده ما جابهاش في البدايه من كسر للارسالات بالنسبه لفريق نادي بتروجيت، وانه كان في تفوق وهيمنه من بدايه الشوط، كان في الشوط الاول والثاني، في الشوط الثالث كان في اكوال او تعادل، لكن الاهلي عارف يجيب الكسر وبان عليه في نهايه الشوط. الصافي يحاول يعمل الاسقاط، اري كويس قوي ما هو خلف حائط الصد، لكن خطا هنا كان موجود من عبد الله اللي بيعتذر، والنقطه في صالح فريق نادي بتروجيت. العراقي اسلام على الارسال، قلنا لاعب في البشمركه ومن غازي الجنوب، اول موسم ليه مع فريق نادي بتروجيتس، ما يتحكمش النهارده المحترفين هنا وهناك عندنا وعندهم في الاهلي وفي بتروجيت، الحقيقه رسالتهم محتاجه تحكم اعلى وظبط الزوايا. يخرج العراقي وينزل هنا علشان السايد اوت، طبعا فريق نادي بتروجيت فمحتاج حد يستقبل صح من دولا، تحدث عن الليبرو باسل مصطفى، لاعب الشرقيه للدخان باسل مصطفى بالمناسبه قبل ما يجي هنا لفريق نادي بتروجيت. ارسال خارج الملعب من جانب دولا، يخرج وينزل في تغييره الحره، طبعا كل فريق ليه ست تغييرات في كل شوط، ده ملوش علاقه بالتغييره الحره زي ما خرج دولا دلوقتي ونزل معوض علشان استقبال الكره الاولى، لان السايد اوت هيكون اهلاوي. علاء قطب البصير الثالث في تشكيله نادي بتروجيت، شفنا علاء قطب وشفنا يوسف مرجان وايه ثلاثه خطأ هنا من جانب شريف أيمن الأوبوزيت في التشكيلة لفريق نادي بتروجيتس، النقطة أهلاوية. قلنا يوسف مرجان ومهاب الديب وعلاء قطب، الثلاثة الباصرات شفناهم على أرض الملعب النهارده. عبد الله إرسال لكن يستقبل حمادة، مميز أعداد ومحاولة للضرب، هيجيبها سعيد، هيجيبها سعيد، جابها، تعدي سهلة، هتبقى شانس بول لبتروجيتس في السيستم. اعداد على قطب الضرب حلوه لانها في السيستم فهتخلص بشكل مميز، او اللمسه الثانيه من البصير مرفوعه صح. اتحدث عن على قطب رفعها للنجم طبعا هنا احمد حماده، لعب العالي في التشكيله البتروليه وخلص ورفعها بره الشبكه بمتر واكتر علشان يريحها ويخليه كشف اكتر زوايا لابعاد ملعب النادي الاهلي، ده شغل الداتا فولي والتحكم على ارض الملعب حلوه قوي. ولو اتلمست لمسه جايه هتبقى لمسه رابعه كده كده خلصت او هتبقى فقدت شرعيتها، محاولات مع الدفاع المنخفض لكن تعدي، وبرده من حق الكبير يتدلع طبعا طبعا، متفوقين وعاليين وعيين وفاهمين وعارفين بيعملوا ايه في المباراه. تحدي الملعبين فيما بين الاخوين ميدو مصلحي والكابتن هاني مصلحي، الافضليه لميدو محمد مصلحي بالتاكيد على ارض الملعب، كان ضريب ولعيب محمد مصلحي ميدو طبعا المدير الفني للنادي الاهلي، لكن عامل تكتيك واسلوب واستراتيجيه وكره طايره من اللي هي مع نادي الاهلي، عرب وافريقيا ودوري وكاس حدث ولا حرج. ضرب موجود داخل ملعب النادي الاهلي، اذا النقطه رقم 16 يظهر بها على ارض الملعب فريق نادي بتروجيت، 21-16 الافضليه اهلاويه. على الارسال امامنا كريم معتز هيوجه فلوتر سعيد، قلنا هي يعني هي معروفه بس علشان مش بنقول حاجة برا سعيد، بس هو أحمد سعيد دايما من زمان ولازم يطور نفسه في هذا الأمر، إنه أي إرسال في لوتر موجه عليه صح مع السكاوتنج اللي جاي من برا والدادا فولي، لا هو ضعيف نسبيا في استقبال الكرة الأولى مع الفلوتر مع الإرسال الموجه الهجومي الموجه، حتى لو كان ضعيف بس موجه صح، وده بقى الشغل اللي بيجي من برا ومن ثم يجي مع الدوران يوجه على أحمد سعيد الفلوتر، فبيحاول يوقعه في مرتين ثلاثة، وقعوا منهم المرة الأخيرة، لكن يبقى أحمد سعيد أحد أهم الفنانين الموهوبين اللي موجودين على أرض الملعب، هو وعبد الله عبد السلام وأحمد صلاح اللي يتقال فيهم ياللي أنت في المهارات والقدرات والخبرات ربك مديلك من وسع، ودي آخر نسخة منك واللي زيك اتمنع، دي أغنية على فكرة بس أنا بقولها وتحديدا لأحمد صلاح، لأنه فعلا أحمد صلاح
من الصعب نشوف زيه كتير في السنوات اللي جايه، لكن مصر دايما ولاده، وباذن الله منتخباتنا الوطنيه نلاقي منها كتير مع احمد صلاح في استمراريته ووجوده هذا العملاق الكبير. ارسال في الشبكه ونقطه داخل الملعب الاهلاوي تخدع الدفاع وتيجي في الشبكه. زمان في الزمانات كانت لما الكره تيجي في الشبكه ما تتحسبش، لكن خلاص، وحتى الارسال كان من زون معين في خلف الملعب. دلوقتي الامور اتعدلت. فلوتر معوض عبد الله في السيستم، تخلص من قطب، اكيد تخلص لانه البلوك متاخر بالمره. راجل مغطي اللاين بس لوحده كان احمد حماده وما طلعش معاه، كان العراقي، اعتقد العراقي من لاعبي المنطقه الهجوميه، يعني كان لازم يطلع بلوك، والديفنس مش صاحي بالمره مع الكروس كورت اللي كان بيعمله هنا. كان امامنا قطب علشان يخلص. النقطه رقم 22 في صالح النادي الاهلي، 22-18 الافضليه الاهلاويه، وعلى بعد 3 نقاط من حسم المباراه والعلامه الكامله الجديده، لانه الاهلي خلص 11 مباراه بالعلامه الكامله او 10 مباريات بالعلامه الكامله، ودي المباراه هتبقى رقم 11 من 12 مباراه بمباراه النهارده. وقلنا مباراه سموحه مؤجله من مرحله الاياب، اولى جولات مرحله الاياب اللي هي المباراه في الجوله ال 12. النهارده بنلعب مباراه الاسبوع 13. 23-18 محمود رؤوف عبد القادر، فلوتر اعداد ما يقدرش يتعامل بمره، ما قراهاش، لا الاعداد عالي ولا لعب 4 اللي جاي من 6 ل 3. هنا امامنا يوسف حمدي الصافي، كان قري او عارف اللي البصير بيفكر فيه، ما تحكمش. 24-18 نقطه الشوط والمباراه فيما بين ايدي لاعبي النادي الاهلي. محمود رؤوف عبد القادر الكوره بره تمدد نسبيا المباراه. نقطه رقم 19 لصالح فريق نادي بتروجيت، ماشي تعدي، وبرده من حق الكبير يتدلع. الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، النادي الاهلي الكبير اللي هي الكره الطايره المصريه والافريقيه والعربيه واحد كبراء الكره العالميه بالارقام والانجازات والجماهيريه، متسيد الدوري من جديد بعد فوز الزمالك على سموحه النهارده، تصدر ولو مؤقتا، يعود النادي الاهلي للافضليه والصداره بفرق نقطتين عن نادي الزمالك، ويخلصها قطب في اجمل صوره، يختم الكوره في اجمل صوره. والشوط والمباراه ما بين الاخوين محمد مصلحي ميدو وهاني مصلحي الافضليه تروح لمحمد مصلحي الافضليه، تروح للنادي الاهلي ويعود للصداره عن جداره بالنسبه للدوري الممتاز في هذا الموسم بعد مباراه الجوله 13 موسم 2020-2021. ختم المباراه، شكرا لكم، تحياتي في الاخير محمد عفيفي بعد الفاصل مع الكابتن هيثم السعدي محللينا.